السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا احمد جاويش ودي قناة بروم، واهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده معانا مراجعة فيلم هاسل. يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو لانه فعلا بيساعد، واللي حابب المحتوى اللي انا بقدمه يشرفني باشتراك في القناة. ادم ساندلر واحد من النجوم الكبار وواحد من الناس اللي ياما عمل افلام وجاب ايرادات عالية جدا، ولكن واحدة واحدة بدأ يختفي بالتدريج وبدأ يعمل افلام دون المستوى. فهل فيلم النهارده ده هيرجعه تاني للساحة ولا هو مجرد انكسار اخر ليه؟ وبتدور احداث الفيلم عن مستكشف لاعبين عاثر الحظ بيضع جميع اماله في لاعب بيكتشفه في احد الاماكن الاسبانية، يحاول اثبات جدارته عن طريق ايصال لاعبه ده لاعلى المستويات الممكنة. من اول واهم الايجابيات في الفيلم هو العامل الدرامي. العامل الدرامي هنا كان حاضر وبقوة، وعامل درامي بسيط جدا بدون تكليف وبدون افوره، بمعنى ان في اضافات كده متعارف عليها دايما في الافلام الدرامية، ولكن هنا الفيلم تم مناقشتها بطريقة حلوة جدا. انا مش قادر اتكلم فيها بصراحة عشان هيبقى في حرق انا هقولها في اخر الفيديو، ولكن خليني اقول نقطة واحدة فيها هتبقى من غير حرق. لحظات الانكسار مثلا في الفيلم، يعني اي فيلم عموما البطل بتاعه بيمر بلحظات اللي هو خلاص حياته بتبقى فيها على الهاوية وعلى وشك الانهيار. فدايما بقى مثلا ممكن تلاقي في اي فيلم رياضي الشخص ده افتكر كل بقى الحاجات الوحشة اللي حصلت له في حياته ومش عارف ايه، وقام ساعتها في مرة واحدة عمل الصح مع الناس. ده بيدور في كل الافلام الرياضية وشيء متعارف عليه، انما لحظات الانكسار اللي هنا في الفيلم لحظات الانكسار حقيقية، اللي هو الشخص بينكسر خلاص بيقرر ان هو ينسحب من الموضوع يريح، بعدين يعيد تفكيره مرة تانية ويرجع، مش في نفس الوقت بقى، لا بياخد الفترة اللي المفروض الانسان الطبيعي بياخدها. الحتة دي الصراحة كانت حلوة جدا. شخصية ستانلي اللي بيقوم بيها الفنان ادم ساندلر كانت متقدمة بشكل حلو جدا ومكتوبة بشكل حلو قوي، بتبين لك طبعا في جانب كوميدي كده، ولكن هو مش هيبقى ظاهر على طول. جانب كوميدي اللي هو من الغلب الشخصية فيه، يعني الراجل اللي هو معدي خلاص سنه كبير، فاشل في حياته تقريبا ومستقبله على المحك، فيعني الظروف دي عموما بتطلع كده جانب كوميدي بيبقى سوداوي شوية، ولكن هو كان موجود بصورة حلوة جدا في الفيلم، هو مش هيبقى متلاحظ ولكنه كان حاضر. لان الجانب ده منتشر عندنا جدا في مصر، يعني الناس ظروفها صعبة ولكن مع ذلك بيبقوا ايه اللي هو عندهم برضو حس الكوميديا موجود برغم كل الظروف الصعبة. فالمستوى الكوميدي ده اللي كان موجود في الفيلم الواحد بيشوفه كل يوم عندنا. في فكرة برضو مهمة جدا بيطرحها الفيلم هو قوة السوشيال ميديا. احنا شفنا من خلال الاحداث قوة السوشيال ميديا عاملة ازاي وازاي قدرت تغير الاحوال، وكان استخدامها كان ايجابي. يعني دي قوة السوشيال ميديا المفروض الناس تستخدمها في الايجابية، ولكن طبعا بنشوف برضو عندنا في مصر نفسها اللي لسه متكلم عنها من شوية الناس بتستخدم السوشيال ميديا يعني ازاي، ولكن سواء بقى بالايجاب او بالسلب فالفيلم هنا بيبين لك مدى قوة السوشيال ميديا. من الحاجات بقى اللي ضايقتني في سيناريو الفيلم هو كان في خط كده خاص ببنت ستانلي، لا بنت ادم ساندلر في الفيلم، يعني كان في خط خاص بيها كان عبارة عن مشهدين كده ملهمش اي لازمة، لكن بيبين لك ان يعني مدى ان البنات في السن ده بيبقى مخهم تعبان شوية. لا كملنا فيه ولا شلنا، طبعا مش قادر اتكلم برضو عشان الحرق، ولكن يعني عبارة عن مشهدين بس لو شلناهم من النص كان ولا ليهم اي لازمة ولا هيأثروا في مجرى الاحداث تماما، وما اتعملش ليهم قدام اي حاجة، فايه لازمتهم ان احنا نعمل كده؟ انا عن نفسي اقول لازمتهم ان يعني بقى في نقطة سلبية اتكلم فيها في الفيلم. ومن اهم الايجابيات اللي موجودة عندي في الفيلم ان الفيلم ده يعني اكتر عمل بيتكلم عن السلة يقربني منها شوية. انا شخص كاره لكرة السلة محبهاش، وقلت ده في فيديوهات قبل كده، لكن يعني شفت اعمال ياما طبعا بتتكلم عن السله ولا واحد فيهم اثر فيا او يعني ايه قرب المسافات بيني وبين اللعبه، بعكس الفيلم ده. الفيلم ده هو اول فيلم احس ان هو بيأثر المسافات بيني وبين كره السله. اي نعم ما زلت برضه غير محب ليها، ولكن ممكن في المستقبل لو في اعمال بنفس المستوى ده يعني تقربني منها اكتر. نروح للاداء التمثيلي. ادم ساندلر اللي مر بلحظات انكسار ياما في حياته من القمه ومن الايرادات ومن العيون اللي عليه الى الافلام اللي محدش بيشوفها والانكسارات، ففيلم النهارده ده الراجل راجع باداء درامي قوي جدا، بيقول انا ما زال عندي اداء وما زال عندي حاجات عايز اعملها. نعم هو كان متمركز في حته الكوميديا سابقا، ولكن المره دي ورانا الجانب الدرامي اللي عنده، ورانا ان هو عنده اداء درامي حلو جدا. الحقيقه اداؤه كان 10 على 10. خوان هيرنان جوميز الراجل ده لاعب كره سله في الحقيقه، وعمل اداء 10 على 10 واداء كان حلو جدا بالنسبه لي في الفيلم، وده اعتقد ان هو بيرجع للاخراج. الاخراج هو المخرج يعني عرف يعصره ويطلع منه الاداء التمثيلي المظبوط اللي هو كان محتاجه، وطبعا هو عمل اداء تمثيلي برضه حلو لانه متمرس في كرة السلة وعارف كل الحاجات دي مر بيها قبل كده. كان معانا في بطولة الفيلم كوين لطيفة. كوين لطيفة واحدة من الممثلين انا بحبهم جدا، وانا كان نفسي تاخد مساحة اكبر من كده شوية، عملت اداء تمثيلي حلو جدا ولكن المساحة اللي ظهرت فيها
كانت قليلة قوي، كنا محتاج نزود يعني نزود المساحة دي شوية بحيث انها تعرف تدينا اداء تمثيلي يكون ظاهر عن المستوى اللي هي كانت فيه. ولكن هنقول الايجابية ان هي ما ماتتش في الاخر، يعني فيلم الافلام القليلة اللي هي ما ماتتش فيها. نتكلم شوية عن الاخراج. طبعا ده فيلم رياضي فمعانا مشاهد رياضية، والحقيقة مشاهد الرياضة كانت متقدمة لنا بشكل حلو جدا. هي مشاهد التدريبية بقى، عندنا لاعب بندربه عشان يوصل لاعلى المستويات. مشاهد التدريب دي كانت حلوة جدا، متقدمة لنا بصورة حلوة قوي. ولكن الابهار بالنسبة لي ان طبعا احنا معانا كم نجوم سلة كضيوف في الفيلم، كم هائل جدا. ان انت بقى تمسك لاعبين السلة دول توجههم صح، طبعا ظهورهم كان بسيط جدا لكن تم توجيههم واستغلالهم، رغم يعني استغلال كل فرد فيهم رغم المساحة الصغيرة اللي هو بيظهر. الحقيقة كل احترامي للاخراج اللي قدر يعمل المهمة دي وقدر يدينا مشاهد تدريبية حلوة جدا. طيب دلوقتي انا هتكلم عن نقطتين ثلاثة كده بحرق، فلو اي حد مشافش الفيلم فبالنسبة لك يعني الفيديو كده خلص، متنساش بس تسيب لنا لايك وانت طالع. يعني انا اتكلمت عن العمل الدرامي وقلت ان هو كان بسيط وغير مكلف مفهوش افورة. طيب نشرح بقى النقطة دي وانا قصدي كان ايه. انا اتكلمت عن لحظات الانكسار وقلت انها كانت بتقدمها بصورة كويسة. يعني ايه بقى الكلام ده؟ دلوقتي البطل بتاعنا اللي هو اتدرب وخلاص وصل لمستوى حلو جدا، لما جه ينفذ بقى التدريبات بتاعته وكده قدام الناس مستواه ما كانش اللي هو كان في مستوى بسيط جدا، وكان محتاج بقى اللي هو لا يعني الظاهر عليه ان هو لا ده راجل مش متمرن ومش هينفع في الشغلانة دي اساسا. ساعتها ايه اللي حصل؟ لحظة الانكسار دي خدناها كاملة، اللي هو لا خلاص احنا ده مش يومنا، اللي هو ده مش يومنا، نروح نتمرن ونرجع بعد كده اقوى مما كنا. مش ساعتها بقى تذكر التدريب التي دربته لك ويعني انهض وانا عايزك تفرمه يا احمد، الكلام ده كله ما كانش موجود. لا خدنا لحظة الانكسار بصورة طبيعية جدا، واللي اي انسان هيعمل كده بجد. الحاجات برضو التانية في مستوى الدراما، في الاخر هو خلاص الراجل كان رايح المطار وراجع بلده خلاص والموضوع منتهي، الى ان جه تليفون لشخصية ستانلي البطل معانا التاني قال له لا ده في ماتش هاته وتعالى. ما راحش بقى يجيبه ولقى ان هو بيطلع وبيقفل باب الطياره وراه ولحقه بقى، لا يعني لا تعالى واستنى ونط من الطياره والباراشوت والكلام ده كله، ما فيش جابوش المشهد اصلا. هو طلع يجري على السلم جابه وجه، احنا شفنا ان هو طالع بيجري على السلم بس. في حته كانت حلوه جدا دون بقى ان احنا نروح لدراما ملهاش اي لازمه، لمجرد ان احنا بنزود العامل الدرامي اللي موجود معانا. اخر حاجه بقى معانا يعني النهايه. النهايه برضو اللي كانت حلوه جدا وبسيطه قوي، ان هو دلوقتي بقى لاعب كوره محترف ولكن ما بيلعبش في نفس الفريق مع صديقه المدرب، لا ده بيدرب في فريق وده بيلعب في فريق تاني. فده يبين لك برضو ان العامل الدرامي حلو جدا، مش لازم بقى نفضل رابطين الشخصيتين ببعض، لا الدنيا ما بتقفش على حد عادي، ده شاف نصيبه في حته وده شاف نصيبه في حته تانيه. استمتعت جدا بتجربة مشاهدة الفيلم، يعني أتمنى إن آدم ساندلر يرجع بأدوار قوية زي دي مرة تانية. وبس كده أعزائي المشاهدين نكون خلص فيديو النهاردة، يا ريت لو عجبكم تدعموني بلايك وشير لي، واللي حابب يشوفني فيديوهات تانية تأكد إن هو مشترك في القناة ومفعل زر الجرس عشان كل ما أنزل حاجة جديدة توصل له، وأشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير إن شاء الله. سلام عليكم.